الساوند سيستم عندي في الفيلا في كل اوضه. ده انا هبعت لحضرتك اكبر مهندس عندنا هنا في المحل يشوف طلبات حضرتك كلها. ليه؟ هو انت مش خبير في المجال ده؟ ها؟ يعني مش قوي، بس المساله دي بتبقى محتاجه واحد خبير اكتر مني شويه في التوصيلات الكهربائيه. لا بالعكس، بتبقى محتاجه واحد عنده ذوق، يعني يجي يشوف الاول الفيلا ويقول لي رايه وذوقه ايه، وبعدين يبعت الخبير. انا شايفه ان انت احسن واحد تعمل ده. انا ما عنديش اي مانع، ده انا كمان يحصل لي الشرف. خلاص اتفقنا. يا انا اسفه، اسمك ايه؟ ابراهيم. ابراهيم فتحي العقاد. تحب تيجي امتى يا ابراهيم؟ بلاش النهارده ولا بكره، اصلي عندي شغل كتير قوي. تحب تيجي بعد بكره؟ بعد بكره لو مشغول يبقى براحتك، انا ممكن اسيب لك نمره الموبايل بتاعتي، تكلمني في اي وقت، هي سهله قوي ممكن تحفظها. 015 3 6 1. اول ما تفضى كلمني، بس اوعى تتاخر عليا يا ابراهيم، احسن بعدين اجيب مهندس تاني يركب لي السيستم. زيرو 15 3 6 1. الو، مين اللي بيتكلم؟ بهيجه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. انت يا اختي اللي كنت بتكلميني من شويه؟ يا اختي لا مؤاخذه، اصل انا كنت في اوضه النوم، على بال ما خرجت للتليفون كان ساكت، او حياتك ساكت. لا انا بقول للحاج يا اختي يجيب لي عده جديده من اللي بتزهر النمر، اصل يا اختي في ناس بيعكسوني فاكريني قاعده لوحدي، مش عارفين ان الحاج قاعد منور عندي. والله منور عندي. طب يا اختي ما تيجي اخطفي رجلك وتعالي اقعدي معانا شويه. اشمعنى انا يعني باجي اقعد معاكي؟ ماشي يا ستي، عايزه الحاج من عيني طبعا. هنا هو هيروح فين يعني؟ ها هيروح فين؟ هندهولك يا حاج. تعالى يا حاج كلم يا ابراهيم. ايوه ايه مين يا نازك اللي بتكلم؟ واحده يا اخويا بتحبها قوي. ودي مين بقى ان شاء الله؟ يعني انت مش عارف بهيجه ام فتحي؟ وانت قلت لها ان انا هنا. امال اقول لها ايه؟ مش هنا؟ أقول لها مش هنا؟ خلاص. ألو؟ أيوة بهيجة. كده برضو يا إبراهيم؟ كده يا أخويا مش عايز ترد عليا؟ طب رد عليا، قولي عاملة إيه يا بهيجة؟ اطمن.
تخافش، أنا كنت سامع كل الكلام اللي قالته لك نازك، بقى تقول لك خد كلم حد بيحبك، تقول لها مين؟ خلاص يا حاج، خلاص نسيت بهيجة، نسيت حبيبتك، معلش الله يسامحك يا اخوي، ما كانش العشب. يعني انتي طلباني دلوقتي عشان تقطميني؟ بقولك ايه، انا مش هقعد اتعاتب بقى، وانت قلت وانت عدتي، خلصيني، انا ما عنديش طاقه طان، انا مش طايق جنس كلمه من اي حد مهما كان. طب بلاش انا يا اخويا، اسال على ابنك فتحي اللي متشحطط بره، لا احنا عارفين هو فين ولا رجع امتى. ايه اللي غيرك كده يا حاج؟ ليه بتعمل معانا كده يا اخويا؟ خلاص حطيت على قلبك حجر من ناحيتنا، حتى على فتح ابنك؟ يا ستي هو كل يوم بيكلمني بيطمني على نفسه وعلى مراته كمان. ايوه بالظبط زي ما بيكلمك، يعني ملوش لازمه بقى اللف والدوران، وما تعمليش شويتين بتوعك دول معايا، انا خلاص ما عدتش مستحمل. قوليلي بصراحه انت عايزاني في ايه دلوقتي بالظبط؟ ولا ارتاحي هقولك انا. طبعا انت مكلماني دلوقتي عشان تساليني انا هرجع تاني امتى في البيت عندك. رايح نفسك يا بهيجة، أما يقول الأوان أنا هبقى أبلغك. وخلاص بقى، أنا تعبت من الكلام بنهج، يلا مع السلامة. سلامتك يا حاج من النهجان. تحب يا أخوي أعمل لك خروب ولا حبة كركديه يروقوا دمك؟ ها؟ يروقوا دمك. تمام يا فندم. اهلا. ازيك يا حمدي؟ ازيك يا حمدي؟ عامل ايه؟ وحشنا، اخبارك ايه؟ كله تمام. اخبار السفريه ايه؟ الحمد لله. انبسطت؟ كله تمام. احكي لي بقى طالما انبسطت. الواضح يا علاء ان ورده وجوزها ليهم شبكه هناك، هي اللي بتسهلهم عمليه تهريب المخدرات. توضح كلامك يا عم حمدي. ايه الالغاز اللي انت جاي بيها من هناك دي؟ الحقيقه انا ما شفتش عمليه تسليم مخدرات بتتم مع مجدي، لكن شفت مقابلات بينه وبين اشخاص هناك، عرفت انهم تجار مخدرات. والمقابلات دي كانت بتتم عن طريق واحد مصري، بس ايه؟ كان مفاجأة. يعني ايه مفاجأة؟ ما توضح كلامك يا اخي. الحقيقة انا صورته مع مجدي ومع تجار المخدرات كمان، بس بقول لك اهو، امسك نفسك من مفاجأة. معقولة؟ هو سالم بشند يا فندم، تاجر المخدرات اللي محكوم عليه ب 25 سنة سجن. يعني هربان من حكم. كان مسجون يا فندم، وقالوا انه مات في السجن. مين اللي قاله؟ الدكتور اللي كشف عليه طبعا. الكلام ده في منتهى الخطوره. متاكد يا فندم، حتى اخته عملت له جنازه وعزا كبير حضر.